إنه الخلق العظيم المجتبى، وهو مشكاة الفضيلة والمعي لليتامى والنساء والضعفاء، رفقه بل للخلائق أجمعين، للطيور ووكرها وصغارها، للحياة ومن يصلي على الأمين، حبه لا ينتهي، فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذن والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين.